السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. معاكم حنين وانا حلا. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هو طلب مننا كتير، هو تحدي تذوق الشيبسي. بس الاول هنقول اسامي اللي طلبوا. اول واحده طلبته اسمها اسماء، هيظهر الكومنت بتاعها دلوقتي اهو. يا اسماء، احنا تحدي. تاني كومنت طلب ايه تاني كومنت؟ يلا يلا نعيدهم. تاني واحدة طلبت مننا نعمل التحدي ده، اسمها جانا طارق، الكومنت بتاعها برضو هيظهر. تمام. طبعا بقى احنا دلوقتي هنبدأ التحدي، بس قبل ما نبدأ التحدي طبعا احنا متعودين نقول على احلى كومنتات. احلى كومنتات احنا هنقول هما 8. تمام، هنقول 4 في اول الفيديو و4 في اخر الفيديو. تمام. اول واحدة خلود الحداد، الكومنت بتاعها هيظهر. ميرسي جدا يا خلود، الكومنت ده ببسطني جدا جدا، متشكره جدا على الكومنت الحلو ده بجد، يعني كومنت جميل قوي. تاني واحده قناتها اسمها فيديوهات بسيطه وبس. ميرسي جدا على الكومنت الحلو ده برده. تالت واحده اسمها خلود صلاح، برده الكومنت بتاعها هيظهر دلوقتي، وميرسي قوي على الكومنت الحلو ده. رابع واحده اسمها جنى حجازي، شكرا قوي يا جنى. تمام. احنا هو قلنا 4 كومنتات، وهنقول 4 في اخر الفيديو. وبصوا، وقفوا الفيديو دلوقتي وانزلوا اعملوا لايك، عايزين الفيديو ده يوصل لعدد كبير جدا من اللايكات عشان نعمل لكم انا وحالة قلنا على افكار الفيديوهات. تمام، ويلا بقى نبدا التحدي. طبعا اهو احنا قدامنا حوالي 1 2 3 4 5 6، قدامنا 6 اطعمه مختلفه وجديده. تمام، احنا مش عارفينها قوي لان احنا يعني دول اطعمه لسه نازله جديده. تمام، معظمها. فاحنا دلوقتي مش عارفين بقى مين اللي هيبدا. مين اللي يبدا يا ماما؟ حلا تبدا عشان انت يا حنين المره اللي فاتت بداتي. تمام، ماما قالت ان حلا تبدا، يبقى حلا تبدا. هو يعني هنغمي حقيقي. يعني هنغمي عين حلا ولا هنغمي عينيا؟ انا هغمي عين حنين. حلا اللي هتبدا، يعني حلا اللي هيتغمى عينيها. حلا اللي هيتغمى عينيها. يلا لفي لفي بالراحه يا حنين، بالراحه يا حنين، ما تنتقميش يا ماما. اختاري بقى الطعم اللي هت شايفه كده يا لولو. لا كدابه والله العظيم، ما شايفه حاجه. تمام، يلا يا لولو. احنا هنختار استنى اجيب لها واحده اكبر. امسكي. ايه الاخبار؟ شاورما. شاورما ايه؟ شاورما ايه؟ شاورما ايه؟ شاورما. شاورما لحمه يعني ولا شاورما فراخ؟ شاورما فراخ ولا شاورما لحمه؟ لحم. صح إيه؟ صح، برافو حلا، ادي اول نقطه لحلا. روعه يا حلا. يلا يا حنين رمين، يلا تعالي كده. شايفه حاجه؟ والله العظيم ما شايفه حاجه. تمام. يلا تاني طعم انا اختاروا لها. تاني معلش يا حنين. يا حنين خلاص الكيس كله ولا ايه؟ ما انا مش عارفه. عارفه فلفل حلو. صح، برافو حنين. يبقى نقطه لحلا ونقطه لحنين. يلا تاني محاوله لحلا. يلا لفي.
اعملوا لايك للفيديو يا جماعه. شايفة حاجة؟ والله مش شايفة حاجة. خدي صح، حواوشي صح. ايه تمام، جاوبت صح، برافو يا حلا. بكيت 2-1. على فكره الاطعمه دي فعلا يعني معظمها ما كلوهاش. انا مش بجيب لهم الشيبسي كتير، ولو جبنا بنجيب اللي هو بالملح والخل. صوتك واطي قوي، بالملح والخل. يلا تاني مرة الحنين. ميكس شيدر صح، برافو برافو حنين. يبقى 2-2. يلا يا حلا، ابتدى بيوجع العين. يا ترى مين النهارده اللي هياخد العقاب؟ حنين ان شاء الله. ان شاء الله حلا. حنين ان شاء الله. ان شاء الله حلا. ضيار يا حلا، ضيار يا حلا. لا مش عايز. ثالث محاولة لحل. استنى، اهدى على نفسك. مرشوح لك كمان ممكن. سيك يا بنتي. ما دوتوش قبل كده يا جماعة، مش عارفة. لا ما دوتوش قبل كده. يعني ايه خلاص؟ خلاص ما عارفاه. كده حلا خسرت ثالث محاولة. هو ايه طيب؟ قولي لها يا حنين. سجق حار. لا فعلا انا ما اكلتوش قبل كده. يلا بقى حنين. يلا. ليمون بالتتبيله الحاره صح، للاسف.
عادي بقى القياس اتفتحت عادي. ممكن يا حنين يعني ايه المحاولة الرابعة لحالة؟ لا كده خلاص خلصوا خلصوا؟ اه ماشي. حتى لو خلصوا طبعا احنا قررنا ان احنا هنعمل محاولة كمان في أطعمة مثلا انا ما دقتهاش دوقتها الحنين فانا هدوقها وأطعمة حنين حنين دوقتهاني انا دوقها الحنين فاهمين؟ يعني احنا هنعمل محاولة كمان. يلا بقى ألف. حنين لك بصيها كويس عشان انا ممكن اشوف. أمينة يا حلا. أمينة جدا يعني. خلاص كده؟ كده تمام؟ اه يلا. شايفة؟ والله ما شايفة. ليمون بالتتبيلة الحارة؟ غلط. يا خبر. فلفل حلو. يلا بقى انت غمي عيني. كده اخر محاولة خلاص حنين هتعملها اما نشوف بقى حنين. يلا يا حلا اختاري بقى. حواوشي. غلط. ايه الاخبار؟ شاورما لحم. ايه ده؟ زين. هي المحاولة كده خلصت بس حالة غلطت مرتين وحنين غلطت انا مرة واحدة. انا ما غلطتش غير مرة وحالة غلطت مرتين. يبقى مين دلوقتي اللي هيتعاقب؟ حالة طبعا اللي هتتعاقب. ومين اللي هيعاقبها والعقاب ايه؟ هقول لكم بقى العقاب. انا طبعا بما اني حنينة ويعني قوي حنينة جدا جدا فانا هكون رحيمة بيها ومش هعمل فيها زي ما هي عملت فيا. فانا العقاب هيكون ايه؟ كوبايه ميه وعليها ملح. تمام كده رحيمه. رحيمه جدا. مش عارفه تعملي فيا ايه. انت اكلتيه الملح نفسه. لا اسهل من الميه بملح. انت اكلتيه الملح نفسه. اسهل من الميه بملح. والله يا جماعه ما تفكرنيش بيوم الملح ده انا كنت تعبانه جدا فيه اصلا. ميه بملح عشان هو طبعا طيبه. فدلوقتي هنروح نجيب كوبايه الميه ونجيب الملح ونشوفها بقى وهي بتتعاقب. خليكم معانا. ولا بيهمني ولا بنخاف. هو ولا بنخاف. رحيمة قوي انت يا حنين. جدا مشكلة طيبة قلبي. مشكلتها انها تتميز بالرحمة. الرحمة. بالرحمة. لغة عربية. بالرحمة. بصوا يا جماعة منظرها مخيف. مخيف بايه يا بنتي؟ ده ملح. مسكي. والله لازم طعمها صعب قوي يا جماعه. طب يلا يلا بس انا هشرب نصها. مش انتي ولا بنخاف؟ هشرب نصها. لا مش هينفع. لا بقينا بنخاف. مش هينفع. لا بصي اشربيها مره واحده عشان ما تحسيش. ايه ده ايه ده؟ دي تشرب شفطه شفطه يا جماعه. خلصي. يلا يلا بالراحه يا حنين بالراحه. ايه الاخبار يا حلا؟ طعمها صعبه قوي يا جماعه. صعبه قوي. يلا بس انا هشرب. انا هشرب نصها. لا لا مش هينفع. انت كده مش قد التحدي. لا مش قادره مش قادره. لازم تبقي قد التحدي. يلا مش قادره. لا بجد يا جماعه. لا صعبه صعبه. لا هو ايه اللي لا مش قادره. لا
يلا بس انا كده شربت نصها حلو قوي. لا مش حلو. لا لا كده حلو. يلا كده حلو. خلاص كملي نصها بجد يا حلا. مش كده مش قادره انت كده مش قد التحدي. ما انا مش قادره. معلش نص النص انا بس. لا يا ماما مش نصها التحدي ان هو كوبايه شربت نصها مش انا قلت لكم خلاص هاخد ربع معلقه ملح. انا قلت لكم كده. لا يبقى تشرب بقى كلها. تشربها كلها. يلا يا حلا خليكي قد التحدي يا حلا. انا جربت تلات ارباعها. لا لا مش لا خلاص يا حنين خلاص هي كده مش هينفع والله مش والله ما هينفع خلاص لا يا حنين خلاص يا ماما مش هينفع يا ماما مش هينفع. التحدي الجاي بقى لو حالة فيها عقاب هي حرة. لو حالة مش قادرة اكتبوا لنا بقى العقاب تحت. ماشي انا كم مش هنفذ لما اخسر مش هنفذ الرقابات مش اللي اكيد مش هيبقى عقاب زي ده والله أكيد. يا جماعه انتوا تجيبوا معلقه ملح تاكلوها بجد زي نص معلقه ملح. انت كلتي نص معلقه ملح زي ميه بملح عادي يعني ميه بملح على الاقل في ميه خفف شويه. ميه فيها ملح كتير لو ميه تحسي انك بتشربي ميه بحر. ميه بحر تمام. مش طبعا هي كده مش قد التحدي يا جماعه. انتوا شاهدين ان انا نفذت كل العقبات اللي عليا وتعبت لكن هي مش قد التحدي خالص. وعماله في الاول تقولي ولا بنخاف. اطلعتي بتخافي اهو. ماشي بخاف قهوه من نشرب ميه البحر دي. ما علينا احنا دلوقتي بقى هنقول اسامي الاربع اسامي التانيين اللي احنا قلنا هنقول لهم في اخر الفيديو فخليكم معانا وتابعونا. طبعا في واحده تانية طلبت مننا التحدي ده اسمها منا. تمام الكومنت بتاعها هيظهر اهو. يا منا احنا عملنا لك التحدي. وبالنسبه بقى للاربع كومنتات واحده اسمها رنا عبد العليم. تمام ميرسي جدا يا رنا الكومنت بتاعك بسطني جدا. واحده اسمها مريم الفيل الكومنت بتاعك هيظهر برده. مريم شكرا قوي كومنتاتكم جميله جدا. في شهد باسم الكومنت بتاعها بسطني جدا جدا يعني بجد ميرسي قوي يا شهد والله انتي اجمل. وميرسي على الكومنت بتاعك يا شهد. بنحبك يا شهد بنحبوك كلكم. كل اللي كاتبين لنا كومنتات سواء اسمهم ما ظهرش او ظهر احنا بنحبوكم كلكم والله يا جماعه. اخر اسم هو ميار بس اسم القناه زياد الزوز. زياد الزوز تمام. بنحبك قوي يا ميار والله وشكرا جدا على الكومنت بتاعك. بس ده كان الفيديو بتاعنا وكنا عايزين نقول لكم حاجه كمان. ان شاء الله الفيديو هنعمل فيديو كيو ان اي او اسئله واجوبه. اسئله واجوبه انا وحلا. اي اسئله عايزين تسالوهاني انا وحلا اسالوها اكتبوها في الكومنتات واحنا نظهرها كلها وهنجاوب على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. تمام فلو انتوا عايزين نعمل لكم كده اكتبوا لنا في الكومنتات كل الاسئله تتخيلوها هنرد عليها في الفيديو ده ان شاء الله. بس كده عشان برضو انا ملاحظه ان الفيديو ده طلب مننا كتير. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. وعايز اقول حاجه ثانيه واحده بس اتفضل. وانتوا اكتبوا لنا كومنتات حلوه عشان احنا هنظهرها الفيديو الجاي. احنا بجد بنحب قوي كومنتاتكم وبنقراها كلها وانا وحلا اللي قاعدين على القناه يعني وبنرد على كل الكومنتات. احنا الثلاثه بنشوف الكومنتات كلها تمام وبننبسط جدا لما نشوف كومنت مثلا حلو كده بننبسط قوي. فاكتبوا لنا الكومنتات دي واحنا هنظهرها الفيديو الجاي ان شاء الله. واهم حاجه اللايك يا جماعه. عايزين لايكات كتيره جدا. اعملوا لايكات كتيره جدا 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 عشان نوحل نطلع لكم بحاجات كتير. وشيروا الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفوها. واعملوا سبسكرايب ان شاء الله اللي هو تدوسوا على الزرار الاحمر تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. وشكرا. باي باي. باي نشوفكم في الفيديو الجاي على خير وباي.